من فداکارم، مرد پیکارم، با شما ای حامیان سنگر اسلام، با شما ای حامیان سنگر قرآن. یا شهادت، صبح آزادی از شفق پیداست، صبح آزادی از شفق پیداست. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك إلى يوم الدين. كما أشرنا في الحلقة الماضية، وصلت القافلة بحمد الله إلى ولاية بلخ، وأنا طبعا هنا الأربعين يوم هذه لا يمكن، إذا أردت أن أتطرق إلى كل التفاصيل التي عشناها في هذه الأربعين يوم بمآسيها، بحزنها، ببؤسها، بتعبها، بمعاناتها، لا يمكن أن أنتهي. ممكن ربما أبقى فيها شهر أتحدث عن هذا، فأنا فقط يعني ذكرت ما يمكن أن يذكر للتاريخ في هذه المحطة. المهم، وصلت هذه القافلة إلى ولاية بلخ، وكما قلت لا يعني أشرت في الحلقة الماضية، كان هناك شيء يعني مقلق، اللي هو استشهاد أمير هذه الجبهة، وهو الشهيد عبد القادر ذبيح الله رحمة الله عليه. عبد القادر ذبيح الله كان أيضا من طلبة العلم، كان فيه في أفغانستان معاهد علمية حتى من أيام الملك ظهر شاه، كان فيه معهد علمي للشريعة الإسلامية والتعليم اللغة العربية والفقه وكذا، العلوم الإسلامية في مزار شريف اسمها الأسدية، كانت فيها تخارستان في منطقة تخار، كان فيه معهد أبو حنيفة في كابول، فكان فيه مجموعة من المعاهد الإسلامية اللي تخرجوا، كانوا معظم أساتذتها من العرب، من المصريين، من العراقيين. فذبيح الله كان واحد من خريجي هذه المعاهد في مزار شريف، فهو كان يعني طالب علم، رغم أنه لم يسعفه الحظ في أن يمارس اللغة العربية، وكما تعلمون اللغة يمكن أن تدرسها وتدرس قواعدها وتدرس فنونها وتدرس أسرارها وخباياها، لكن أن تنطقها لابد أن تعيش مع أهلها، سواء كانت أهلها، سواء كانت زوجة أو عشت في هذه المجتمعات. ولذلك لاحقا عندما بدأنا أسسنا مكتب الخدمات، أسس المعاهد الدينية في بيشاور، حصلت يعني تنافس بين العلماء القدامى في داخل أفغانستان وبين الجيل الجديد الذي بدأ يدرس عند العرب في المعاهد، فهم بمجرد بعد سنة أو سنة ونصف ينطقون اللغة العربية. لماذا؟ لأن الأساتذة عرب والمحيط اللي كانوا عايشين عربي، بينما كنت تجد العلماء في داخل أفغانستان تجدوه ما شاء الله يعني متبحر في النحو والصرف والبلاغة والبديع، ويعرف اللغة العربية 20-30 سنة وهو يدرس ويدرس اللغة العربية، لكن يعني أول ما تتكلم معه لا يستطيع أن يتحدث. وهنا تذكرني يعني طرفة، أول ما وصلنا أظن بعد 5 أيام أو 6 جاءنا عالم من منطقة أخرى، عالم يقولون مولوي يعني ذا عصيته، كل الناس تحترمه لعلمه. فعندما وصل وأول مرة يعني اللغة التي درس عنها في الكتب طيلة هذه العقود الماضية وجها لوجه مع أهلها الذين ينطقون بها، فأذكر ارتبك، فأول ما قال السلام عليكم، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني هذا الذي حضره من اللغة العربية. فأنا قلت له يا مولوي، هل تريد أن تلتقي بالعرب ولا تدخل الحمام؟ فبعد ذلك صارت نكتة عليه، وكل الناس ينكتون عليه هناك في المولوي صاحب، يعني مولوي صاحب، يعني هم يذكرون عن العالم المولوي، درجة العالم يعني المولوي، وصاحب يعني المحترم، فيقول مولوي صاحب ما يوجد من اللغة العربية إلا دعاء الحمام، واشتهرت عليه هذا الكلمة. فالمهم ذبيح الله ما كانش يتكلم اللغة العربية، ولكن كان يعرف اللغة العربية والحد الأدنى، يعني الأحاديث، الآيات، الفقه، ما إلى ذلك.
فبقية هذه الإشكالية وهذا يعني أمير بهيبته بسلطاته محترم، فكانت عملية ترتيب الانتقال، انتقال السلطة، وهذا بعدها بشهر شهرين صرنا الآن يعني خلاص قادرين أن نتفهم الأمور، ما الذي يدور حولنا، نفهم الكلام إلى حد ما، مع أيضا القيادة المركزية هناك ما يسمى الإمارة، كان يسمونها الإمارة، أيضا فيها مجموعة من طلبة العلم أيضا لا بأس يعرفون العربية، فلم تعد بالنسبة لنا حاجز اللغة ذلك الحاجز المعيق الذي خلينا نفهم ما الذي يدور حولنا. فتبينت القيادة، ظهرت أسماء كانت مرشحة لخلافة ذبيح الله، كان فيه مولوي محمد عالم، كان فيه عالم خان، كان فيه محمد عالم أيضا واحد ثالث، وكان أيضا من بعيد مش مطروح بقوة الأستاذ عطاء محمد اللي هو الآن والي ولاية بلخ، وسوف أعود إلى هذا لأنه تقريبا الوحيد الذي الآن له الدور الكبير في هذه الأيام هو والي ولاية بلخ للأستاذ محمد عطاء. فهؤلاء بالإضافة إلى قاضي الجبهة، قاضي القضاة في الجبهة، لأنه كما قلت الولاية يعني متسعة وتشتمل على 12 أو 11 12 محافظة، أو من نقول في الجزائر بالتقسيم الإداري دوائر دائرة، وفيها قضاة على كل دائرة قاضي. مولوي عبد الله الله يرحمه كان هو قاضي القضاة اللي هو يكون في المركز مع الإمارة مع الأمير. فهذا أخذ يعني من سوء التفاهم، ربما تنافس بهدوء بارد، يعني حرب باردة داخلية، من فلان يصلح لا فلان يصلح، لأنه تقريبا يعني تساوت يعني ميزان القوى تساوى عالم خان وما يملكه من قوة على الأرض لأنه هو القائد العسكري، وعالم خان الثاني ما يملكه من شرعية التأسيس لأنه هو الأقرب إلى ذبيح الله في تأسيس الجبهة في بدايتها. مولوي عالم كان يمثل التوازن، هو خريج جامعة كابول، كان أيام الحركة الإسلامية في السبعينيات، في بداية السبعينيات كان طالب في كابول، وكان أساتذة الجامعة الإسلامية في كابول كلية الشريعة اللي هو أستاذ برهان الدين رباني، محمد نيازي، الشيخ عبد رب الرسول سياف، فهو كان أحد تلاميذ الشيخ عبد رب الرسول سياف. مع الأسف في الفتنة العمياء الداخلية هذه بعد طالبان لما أخذت مزار شريف قتلته، المهم سنصل إلى هذا بعد ذلك. فهذا كان مولوي محمد يمثل، مولوي محمد عالم يمثل التوازن، التوازن في السلطة بين عالم خان وبين عالم خان الثاني الكوماندان والمؤسس. فتم الاتفاق عليه داخليا على أساس أنه هو الأمير الذي يجب طاعته حتى نخرج من هذا المأزق، وهذا كله طبعا يعني يتم داخليا وفي سرية تامة، لأن الروس بعد أن وفقوا، لا أقول وفقوا، في يعني استطاعوا أن يضعوا العبوة تحت سيارة ذبيح الله رحمة الله عليه مع قائدين آخرين كان معه، ألف خان وقائد آخر، فكانوا يعرفون يعني ما معنى غياب ذبيح الله على لأنه هو المؤسس وتأثيره على هذه الولاية. فكان الخبر يعني طي يعني الكتمان، لما وكانوا على اتصال بزعيمهم في باكستان في بيشاور، لأنه هذا يعني يخص الجمعية الإسلامية لبرهان الدين رباني، فكان الزعيم برهان الدين رباني في بيشاور، فلما اتفقوا وخلاص اطمأنوا على وحدة القيادة، فبالحد الأدنى على الأقل يعني لم يكن الرضا كامل، لأني يعني بعدين اكتشفت أنه عالم خان ما كانش راضي. ف أعلن برهان الدين رباني عن استشهاد ذبيح الله، وطبعا يومها لم تكن موجودة الفضائيات العربية، لا الجزيرة ولا العربية وحتى المغاربية، فكان فقط الإعلان من خلال البي بي سي، فأعلن في البي بي سي واستشهاد عبد القادر ذبيح الله والي ولاية بلخ إثر زرع عبوة ناسفة تحت سيارته في منطقة كانغوري في 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 دائرة شولقرة في ولاية بلخ. فهذا الإعلان سمع العامة في بلخ، عامة الناس، المساجد، الأسواق. أنا صدمت وذهلت،
يعني كنت أمر على البيوت وأقول لأبي سيد ويقول لي رحمة الله عليه: أخي هل تسمع؟ كنا نسمع يعني نحيب النساء في من داخل بيوتهن، الناس يبكون، ويعني تستطيع أن تدرك مدى التأثير ومدى المكانة التي كانت لهذا الرجل في قلوب الناس. فالمهم هذه الرحلة وضعتها أنا يعني ضمن أولوياتي عندما أعود إلى ما إلى 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 بيشاور إلى باكستان وأقدم تقرير للشيخ عبد الله، لأن هذه الرحلة بني عليها بعد ذلك على يعني دور العرب في أفغانستان، ما سيأتي في المستقبل سوف نتحدث عنه، من بينها تأسيس مكتب الخدمات، كيف نتعامل مع الجهاد الأفغاني، لأنه الخبرة أو المشاهد أو المعرفة أو الرصيد الذي امتلكناه في هذه الرحلة، ويعني تقريبا اللي طالت يعني بالرحلة 40 يوم، أيضا بقيت 4 شهور 5 شهور كلها، حتى رجعت إلى مزار شريف 7 شهور، الحقيقة نقلتنا نقلة نوعية، وكيف في كيفية خدمة هذا الجهاد. أنا كنت أتصور ممكن ربما يعني الإنسان يأتي إلى أفغانستان يعني خلاص إما أن يتمنى الشهادة يعني مع إخوانه، يرزقه الله الشهادة ويكون من الشهداء وينال أجر الشهادة يوم القيامة، أو أن يكون مجاهد يحمل بندقيته وينال أجر الجهاد. لكن وجدت أن الجهاد بالقتال جزئية أو مهمة أو واجب يكاد لا يذكر أمام واجبات أخرى تنتظر العربي، وسأعود إلى هذا في التقرير الذي قدمته للشيخ عبد الله، لأنه طلبت منه 100 شخصية نوعية يستقدمها من العالم الإسلامي، سوف أعود إلى هذا في تقريري للشيخ عبد الله. المهم هذه الأيام التي قضيناها في مزار شريف في ولاية شولقرة، أيضا أول مرة نرى هجوم، يعني كيف الروس أيضا والجيش الأفغاني الشيوعي لما وصلت القافلة فقاموا بهجوم مضاد، وكان الطيران لا يتوقف في القصف على المناطق هذه لأن الجواسيس كثيرة، وأنت تعلم يعني والمشاهد يعلم ما يعني الروس ليس بهذه الصعوبة في أن تجد جاسوس يعني مزارع أو راعي غنم أو صاحب دكان أو كذا، لأنه هذا الشعب وشعب فقير، وأنت تتكلم مش تتكلم على 1000 ولا 2000، تتكلم على مئات الآلاف، يعني ولاية فيها مئات الآلاف، مستحيل ما توجدش يعني واحد يغريه الفلوس أو يخاف أو حاقد أو كذا فيشتغل كجاسوس، يعني يعني ليس لا تستطيع أن توقف يعني الجواسيس في المنطقة. فطبعا كانت الأهداف دقيقة، وقصف مركز الإمارة اللي كنا فيه أكثر من مرة من السوخوي 25 الطيران، وأيضا كان يأتي الهليكوبتر، هذاك الوقت كانت أيضا الهليكوبتر بسهولة تقصف المناطق لأنه كان لم يصلهم، سأعود إلى هذا تقريبا في أواخر 87 عندما وصلهم بعض القذائف ستينجر، صواريخ ستينجر التي وصلت. فهذه المنطقة يعني الإمارة نالت نصيبها من القصف في هذه الأيام، وكان هناك أيضا هجوم بالدبابات وبالعساكر على هذه المنطقة. فعشنا هذه الأيام بكل مآسيها، ونحن يعني أحدنا يعني مش مصدق نفسه أنه معقول أنه هذا النزال وهذا الوغى وهذا الجهاد وهذه بركة الجهاد التي كنا نسمع عنها الآن احنا جزء منها، يعني شيء يعني شعور لا يوصف، يعني رغم مآسيه ورغم الخطر ورغم الخوف لكنه فيه سعادة في القلوب، فيه تحس أنك تتعلم، أنك قريب من الله، قريب تؤدي واجبك. يعني لست أدري كيف يعني أشرح تلك السعادة وأعبر عنها التي كانت تغمر قلوبنا. وضعت هذا في جانبي. كذلك احنا كان عندنا أيضا تعليمة من الشيخ عبد الله رحمة الله عليه أننا لا نكتفي فقط أن نبقى مع جبهة واحدة، ففي كل ولاية نزور كل الجبهات، يعني في كل ولاية مثلا توجد هذا قائد الجمعية الإسلامية، هذا قائد الحزب الإسلامي، هذا قائد الاتحاد الإسلامي، هذا قائد الحركة الإسلامية تاع محمد نبيه أو تاع خالص، لأنه الشعب الأفغاني لما أعلنت فرضية العين في الجهاد ضد الروس
الشعب الأفغاني أي تنظيم أو أي زعيم كان أمامك ممكن يساعدك بالسلاح وبالمال فتعلن ولائك له. فمن هنا جاء التقسيم الأفغان إلى هذه المنظمات وهذه الأحزاب. فإحنا كانت عندنا هذه يعني نبقى على الحياد، إحنا ما جايين لأفغانستان أو ولاية بلخ أننا نبايع الجمعية ونصير خلاص هي إذا كانت على هي الحق المطلق وغيرها هو الباطل المطلق، لا إحنا لم يكن هذا دورنا، رغم أن هذا الدور مع كل أسف مع كل أسف وسأعود إلى هذا. يعني من الذي نصح العرب؟ من الذي خدع العرب أو ضلل العرب في أن يصبحوا جزءا في الصراع الأفغاني الأفغاني؟ لأن بعد ذلك أصبحوا جزء من الاقتتال الداخلي. ف بعد أظن شهر شهرين أيضا عملنا جولة في جبهات الجمعية، ذهبنا إلى مناطق اللي حوالي مركز المدينة، دولة أباد، هاجدانهر، تشاركنت، مناطق كثيرة أذكر زرناها طبعا على الأقدام، لأنه الكمائن وتتجاوز يعني مراكز الشيوعيين والروس. فلما خلصنا من هذا استأذنت من المولوي محمد عالم الله يرحمه أمير الجبهة وإنسان كان إنسان فاضل والقاضي عبد الله، فقلت له كما تعلم إحنا هنا ما جئنا فقط لنكون أعضاء رسميين في الجمعية، إحنا عرب وجئنا لنتلمس أو نتعرف على احتياجات كل القيادات في هذه الجبهات في ولاية بلخ، وبالتالي أرجو أن تمكنني من زيارة قادة الحزب الإسلامي أمير الحزب الإسلامي. فطبعا هو أيضا كان رجل فاضل لم يكن متعصب، قال نعم على الرأس والعين، يعني أنا هنا في منطقة تشاربولاك على ما أذكر المنطقة كانت تبعد من مركز مولوي عبد الله أظن ممكن 9 ساعات 8 ساعات في جبال أخرى، قال مولوي عبد السلام ودام الله رسول والأنجينير نقيب ومولوي عبد الحي، لأنه أنتم كما تعلم يعني هؤلاء قبل غزو الروس هؤلاء قد يكونون من نفس القرية ومن نفس المدينة أو درسوا مع بعضهم، مثل مولوي عبد الحي درس مع ذبيح الله في الأسدية وكلاهما يعني ما شاء الله كانوا في طريقهم إلى أن يصبحوا علماء، فيعني هما أصلا هذو ما هوش يعني غرباء على بعضهم. فقال لي مولوي عبد الحي رجل فاضل ومولوي عبد السلام هو الأمير الولايتي أمير ولاية بلخ ولما لا، وتعال يا ضابط خليل الرحمن. ضابط خليل الرحمن أيضا كان خريج المعهد الأسدية في ولاية بلخ، كان مع ذبيح الله لكن عربيته كانت جيدة، فقالوا ترافق عبد الله وأبو أسيد وضياء الرحمن حابين يروحوا يعملوا جولة استطلاعية استكشافية ويتعرفوا على مناطق الحزب الإسلامي، فتأخذهم عند المولوي عبد السلام وهو كان أمير الولاية. فاليوم بعد الظهر بعد العصر هكذا جهزنا أنفسنا، جهزوا لنا خيول وذهبنا. أيضا يعني لما وصلنا كان مولوي عبد السلام سمع أنه فيه عرب أول مرة يوصلوا إلى ولاية بلخ، فكان يعني في شوق منتظر متى يصل هؤلاء الإخوة العرب. فوصلنا أيضا نفس الشيء نفس الاستقبال، بدأ الرصاص والإطلاق النار عن يميننا وعن شمالنا، لكن هذه المرة في داخل الجبال لست أدري ما هي الأسباب. مركز الإمارة نتاع مولوي محمد عالم نتاع الجمعية كان في مركز شولقرة اللي هو سوق وكان يقصف دائما، لكن مركز الحزب الإسلامي كان في وادي في 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 بين جبلين. فوصلنا وبدأ يطلق النار واستقبلنا المولوي مع القيادة الأركان نتاعه، كان موجود دم الله رسول، مولوي عبد الحي، انجينير روح الله، القائد العسكري كان أيضا من العرقية البشتونية أيضا كان اسمه سوفي رسول، مولوي عبد السلام، المهم مجموعة من القيادة، وكان فيه ترحيب. للاحظنا أنه في كلا المقرين موجود مكتبات للاطلاع، والدليل على ذلك أنه الجهاد لم يكن إمارة الجهاد أو قيادة الجهاد على المستوى المحلي لم تكن في يد رعاع
أو قطاع طرق أو تكفيريين، كان فيه رغبة في التثقيف، رغبة في التفكير. فكنا نرى كتب المودودي، كتب سيد قطب، كتب حسن البنا، الندوي، لأنه كانت بعضها بالعربي وبعضها مترجم إلى الفارسي. لكن هذا أيضا عندما زرنا ولاية أخرى، جبهة أخرى، اكتشفنا شيء لم نكن نعرفه من قبل، وهو أن هناك المدرسة المولوية. المدرسة المولوية اللي هو الإسلام المحلي الأفغاني، واكتشفنا أنهم يكفرون الإسلام الحركي. فكانوا يقول أحد المولوية نتاع حركة إسلامي أفغانستان، حركة انقلابي إسلامي يسموها هكذا، حركة الثورة الإسلامية الأفغانية بقيادة الشيخ المولوي الله يرحمه محمد نبي، هؤلاء كان بالنسبة لهم المودودي وهذا الإسلام الحركي، الإسلام السياسي، هذا نتاع سيد قطب وكذا، وكانوا يأخذون على المودودي، وكأنه في كتابه رحمة الله عليه تكلم على سيدنا عثمان بتقييم علمي معين. هذا كان بالنسبة للعلماء التقليديين، المدرسة الدوبندية اللي مركزها شبه القارة الهندية، هذا كان يعتبر كفر. كيف تتكلم هكذا على سيدنا عثمان؟ فوجدنا أنه كان فيه صراع. فأول مرة نسمع عن الاصطراع المكتبي وملاي. المكتبي بمعنى الإسلامي الذي درس في الجامعات ودرس التعليم النظامي، اللي درس مثلا هندسة وطب ومنش عارف وإعلام وصحافة وكذا وكذا، لكن درس في الجامعات في المدارس النظامية يعني الحديثة، هذا اسمه المكتبي. المكتبي يعني وفي الملاي، وفي وقت الصراع خافي يعني هكذا كأنه احنا أفضل منكم، لا احنا أعلم منكم. وفي داخل الصراع المولوي أيضا فيه مدرستان، المدرسة المولويين الحركيين اللي تابعين للحركة الإسلامية، كما كان مولوي محمد عالم ومولوي عبد السلام ومولوي عبد الحي، هو تابعين للحركة الإسلامية اللي. والمولوي الذي لا يؤمن بالإسلام السياسي. المهم كل يوم، لذلك قلت يعني في اكتشاف للشعب الأفغاني، للمتناقضات على مستوى الدعوة، على مستوى المساجد، على مستوى التربية، على مستوى المولوية، على مستوى الفقه، يعني أنت كل يوم تكتشف أمور، وبالتالي لا تستطيع أن تكون محل خدمة لها قيمة ذات قيمة ما لم تتمكن من فهم المجتمع بكل تفاصيله. فأنا كنت والإخوة اللي حوالي نعيش في جامعة متحركة، يعني يوميا تدخل لك معلومات. هذه الأيام التي عشناها مع مولوي عبد السلام مع قيادته وأركانه، أركان جبهته، أقعدنا عندهم أظن شهر ونص كذا، بعدين كذلك رحنا لجبهات أخرى. أنا قلت الذبيح لأبو أسيد، وقلت لضياء الرحمن، هذه أمور مهمة جدا، لا بد أن تنقل إلى الشيخ عبد الله عزام الله يرحمه حتى يرفع من وتيرة نوعية الخدمة لهذا الجهاد، جهاد في أفغانستان. فقال لي أبو أسيد خلاص ارجع أنت وحدك. وطبعا يعني إحنا ما صدقنا أننا يعني نخلص من الرحلة الشاقة هذه اللي أخذت منا 40 يوم، وحتى أنا يعني أظافري لم تتعالج بعد، لأنه أنا سقطت أظافري أيضا من كثرة المشي على الثلوج، ووصلت إلى ولاية بلخ وأنا محمول على بغل، يعني لا أستطيع أن أمشي. فأفكر الآن أعود، هذا أمر صعب. فذبيح الله قال أبو أسيد، قال أنا خلاص، أنا هنا المحيا وهنا الممات، أنا ما صدقت أني أرى يعني خير كالذي أراه الآن، يعني خدمة اجتماعية وسياسية ودعوية وجهادية وكل شيء. فأنت، أنا قلت هذا لأحد وسائل الإعلام الغربية، أنا أعتبر تلك الرحلة كانت my rebirth، إعادة ميلادي، يعني فعلا إعادة ميلاد. فقال أنت توكل على الله روح، وفعلا قد فعل. يعني أبو أسيد الله يرحمه من تلك الرحلة ما ترك مزار شريف حتى سقط النظام الشيوعي، إلا اللهم زيارة أو زيارتين خفيفة رجع فيها إلى باكستان، لكن طيلة هذه الفترة من 84 حتى 92 ما ترك مزار شريف.
وضياء الحق ضياء الرحمن قال ألا نعم لا بأس أنا أعود معك. فرجعت ما رجعنا قلت للمولوي عبد السلام وقلت للمولوي عبد الله أنا الحقيقة أعود إلى بشاور وخدمة الجهاد تحتاج إلى جهد أكبر وتحتاج إلى نوعية أخرى ولابد أن نرفع مستوى خدمة الجهاد. فأنا يعني نويت الرجوع إلى باكستان ليس توليا وليس انسحابا كليا وإنما أعود إلى الشيخ عبد الله إلى باكستان حتى أخبر الشيخ بمعاناة وخاصة كنا نحن أول عرب يصلون إلى هذه المناطق. فقال لا بأس هذا شيء جميل ونحن بحاجة إلى يعني نوعية أخرى. من بين الحاجات التي رأيتها وطبعا هذه أيضا سوف أتحدث عن هذا بالتفصيل لأن هذه نقلتني حتى على المستوى الفكري يعني سوف أعود إلى هذا إن شاء الله. من فدا كارم مرد بيكارم با شما اي حاميان سنگر اسلام با شما اي حاميان سنگر قرآن يا شهادت صبح آزادی از شفق پیداست صبح آزادی از شفق پیداست